مرحبا. أهلين لينا، مو قلت لك ما تجي المساء؟ طيب ما حبيت أتركك لحالك. فادي شكلك كتير تعبان. ما في شي، عادي، يعني انت بتعرفي الشغل ومتاعبه. ميديا؟ شبه ميديا؟ أنا اللي عم بسألك عنها. لك ما بعرف، يعني حاسس انه هي كتير متغيرة وكل ما المسافة بيناتنا عم تزيد. فادي، ميديا اهتمامها بشغلها ومشروع نجوميتها، وهذا الشيء كله أكبر من حبها لإلك، فطبيعي تزيد المسافة بيناتكم. شو عم تحكي لينا؟ بيعملوا الشغل ما وقف بوش الحب؟ يعني أساساً أنا مو من حقي إنه وقف بوش طموحها، وهي مو من حق إنه تعرقل لي شغلي. ما أنا كل عمري بدعمها لميديا. بس شو؟ والله ما بعرف، في كلام كتير بدي إقلها بس ما عم تزبط معي. يعني لا الظرف عم بيساعدني ولا الزمان ولا المكان، وكل ما منلتقى منتخانق. طيب عندي فكرة، شو رأيك تبعت لها رسالة صوتية وبهالطريقة يعني كأنك شفتها وكأنك حكيت معاها؟ يعني تخيلي انه لهلا ما بعرف ابعت رسالة صوتية، شلون بيعملوها؟ طيب رح نبعتها من موبايلي، ما بعرف اشتغل على موبايلك. تفضل، بس تخلصنا ديني. اوكي شكرا لينا. عادي ولو. بدي اقول لك انه بحبك، عن جد انا بحبك، والايام اللي قضيتها بعيد عنك حسستني قديش انا بحبك. لما بتبعدي عني بحس انه الهواء قليل بالجو، لك بحس انه القهوة طعمتها بشعة، تيابي ضيقين علي، بحس. لا تخلي حبنا يموت، الله يخليك يعطيك فرصة لحتى يعيش. العمى، لو عرفان بده يقول هيك ما كنت اقترحت عليه الفكرة. ليش هيك عملت؟ ميل عن حظي. ايه سجلتها، ممكن تبعتيها؟ ايه طبعا، تكرم عينك. شكرا لينا. لا ولو، هاي انبعتت الرسالة. بدي اتغلظ عليكي، يعني فيك تضلي هون شوي؟ اكيد بدها تبعتلي الرد على موبايلك. ايه طبعا، تكرم عينك ولو. رح اعمل شاي، خلي موبايلي عندك. ولا قلك رح اخده معي، بلكي اتصلت ماما. ماشي اوكي. ميديا بتسمحي لي انا اليوم بلش واحكي بموضوع كتير ضروري؟ ايه بس انا يا حبيبتي. اذا بتريدي، عن جد كتير مهم الموضوع. جدي بتتركي فرصه لحدا يحكي؟ عم بسمعك، تفضلي شرفي احكي موضوعك المهم جدا. فادي، إذا الكلام وجه لإلي أو بيخصني فيا ريت تعفيني. رانيا، خلص قالت لك سكري على الموضوع. ما بقدر. شو بكون؟ خلوا البنت تعرف تحكي. احكي رنوش، احكي عليكي الأمان، احكي. ميدو أنا بحبك وما هين علي شوف العلاقة اللي بينك وبين فادي هيك عم تخلص بهاي السهولة. رانيا، أنا هذا الحكي صار عم يوترني. قصتي مع فادي خلصت، ما عاد تحكي فيها. ميديا رانيا معها حق، يعني لازم تعطوا فرصة لبعض، يعني مو معقول هاي اللحظات الحلوة كلها تمرق وتروح على الفاضي. لا ويا ريت على شيء مستاهل. ميديا، بتصدقي إذا قلت لك إنه أنا أول مرة بشوفه لفادي حابب بهي الطريقة؟ بالله شو؟ ليش كم مرة حابب؟ فريمون أنا كتير مستغربة، كيف ممكن وحدة تدور كل عمرها على حب حياتها وعلى شريك يفهمها وتفهمه يحبها وتحبه وبالآخر تضيعه من إيدها بكل هالبساطة؟ أنا إذا أجت القصة لإلي ما عندي مشكلة بالليل يدقلي ولا بالنهار يفيقني ولا ما يفيقني، وين المشكلة؟ اكسكيوزي موا ميديا، يعني أنا عم بحكي وجهة نظري كوني رفيقتك، أبداً مو لأني أخته لفاتي.
يا بنات انتو ليش ما عم تفهموني؟ انا بحبه لفادي كتير ومشكلتي معه لا إلى علاقة اذا فيقني او ما فيقني، مشكلتي معه اكبر من هيك بكتير. فادي مصر يكذب الكذبة وبعدين يصدقها. تخيلوا انه هو مصر انه انا يلي بعثت له المسج وتاني نهار راضيته بالوردات. يا ستي وعلى فرق، انا مالي حاسة انه الموضوع بيستاهل ردة الفعل الاوفر هاي. لا 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 معلش مايا، انا بالنسبة لي الكذب خط احمر. طب اذا قلت لك فادي ما عم يكذب؟ شو قصدك؟ لانه ميديا عن جد، قصدي انا مو ميديا اللي بعثت له ورد ومسج من موبايل ميديا. والله كنت حاسه انه هاي الحركات حركاتك يا رانيا. على فكره أنا الخاتم احتفظت فيه، قلت لحالي ممكن تحتاجي. هنود وين حاطة الخاتم؟ وين بدي يكون حاطته؟ يعني بغرفتي على البيرولي على إيديك اليمين، الدرفة الثالثة من على الشمال، عدي ثلاثة من فوق وفتحي النصانية بتلاقي فيها علبة موزايك صغيرة، بتفتحيها بتلاقي علبة أصغر منها بتطلعي الخاتم. شك تعي تعي بعرفني إنه بالخاتم، كملي العشاء. شو تلاقي تم السمكة؟ رانو هلا انتي شو بتكوني آكلة مثلا لحتى يطلع معك هالزكا كله؟ عن جد فادي انت بشر غير عاد. مبروك. شكرا. طيب طيب جاية دغري. لينا لينا. نعم رفيق، عامل حادث لازم روح دغري. طفي الكمبيوتر وقفلي المكتب وروحي انتي. طيب اوكي. عن جد اسف حبيبي. ميديا؟ ماشي. ألو؟ فادي؟ شبكي شوفي ميديا. ميديا شوفي. ناقصني غير انسى الموبايل كمان.
ميديا؟ لك شو هالصباح الحلو؟ بعدين ليه واقفه هو ما تنزلي تقعدي تحت بالمكتب؟ اكيد لينا جوا. شبك؟ كنت مفكرة اني ظلمتك. ليش شو صار؟ معلش فادي بدون زعل، انا بتمنى لك ايام حلوة من كل قلبي. ميديا انت شو عم تحكي؟ عم قول شي اللي انت ما قدرت تقوله. هلا فهمت ليش سألتني اذا في حدا بحياتي، عشان هيك رح اقلك طمن، رح حاول ما بقى لحالي. بتمنى الأيام اللي بيناتنا تبقى ذكرى حلوة عندك.